بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد ما ذكره الذاكرون، صلى الله على محمد، محمد الحامد المحمود. قيل إنه أول من تسمى بمحمد، ذاك من الحمد أي الثناء على المحمود، سواء أسداك جميلا أم لم يسدك، صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الفاتحة التي نستهل بها كل صلاة تستهل بالحمد، بالحمد لله، لأنه لا يستحق الحمد بحق إلا الله. فاللام الداخلة على لفظ الجلالة هي لام الاستحقاق، فالحمد المستوفي لا يكون إلا لله وحده. هذه جلسات أفضل بها علي وأنعم إخوتي في مجمع اللغة العربية الشبكي المكي، سنضمنها جملة من المصطلحات العلمية، نضع فيها مجاري الدلالات التي تؤدي إلى فهم المصطلحات. نبدأها بدلالة المصطلح في ذاته. المصطلح مفتعل من الصلح، كما يقول الصرفيون، مصطلح مفتعل. ردده علماء المصطلح بين اسم المفعول وبين المصدر الميمي الذي يجري على فعله، يصطلح مصطلحا أو هو المصطلح أي المصطلح عليه. أبدل التاء الافتعال طاء بعد الصاد، لأن الصاد أحد حروف الإطباق، حرف مستعل لا يحسن أن نتبعه حرف استفهام بعده. ولذلك بحثنا عن صوت بديل أو حرف وسيط بين التاء وبين الصاد، تشترك مع التاء في المخرج وتشترك مع الصاد في الصفة، ليجتمع لنا الحرف ذاتا ووصفة، ذاتا وصفة. فالطاء حرف استعلاء من وجه، فيشترك مع الصاد في الاستعلاء والإطباق، وهو أيضا يشترك مع التاء في المخرج، فكلاهما صوت نطعي يخرج من بين حدين هما طرف اللسان أو مقدم اللسان أو من أوله وأصول الثنايا العليا. أصول الثنايا العليا، الثنايا جمع ثنية، وهي مقدم الشيء ومرتفعه. لذلك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، مصطلح صوتي أي من مقدم الشيء ومرتفعه. أصولها أي منابتها، ولذلك عند النطق بالصوت حتى نستدل على مخرجه ينبغي أن نلفظه على هذا الوجه أو نلفظه على هذا الوجه. يعني احتكاك بين أول اللسان وبين منابت الأسنان، منابت الثنايا، منابت الثنايا هي ثنايا في علم الأصوات، وهي قواطع في علم الأحياء، لأنها تقطع كتل الطعام، تمزقها أو تقطعها إلى كتل بدلا من أن تكون كتلة واحدة. لولا الاختلاف في النطق أو لولا الاختلاف في الوصف بين التاء والطاء لكانا صوتا واحدا. ولذلك نجد أن بعض إخوتنا من الأعاجم حين يقال له قل مطار يقول متار. لماذا؟ لأن لسانه يطوع بالصوت المستفل ولا يطوع بالصوت المستعدي، مطار. لذلك لغتنا هذه لم يخترها الله لغة لخاتم كتبه ولدينه الكامل الشامل، إلا لأنها قد استوفت خصائص الألسنة في ذاتها، هي جامعة مانعة، هي لغة ذات أبعاد ثلاثة، تخرج من الجوف من الحلق، وتخرج من الفم، وتخرج من الأنف.
من التجويفات الثلاثة التي يعتمد عليها جهاز الصوت، أو كما يقول الإنجليز الفوكال سيستم أو الجهاز الصوتي أو النظام الصوتي يعتمد على هذه التجويفات الثلاثة. نحن كما يقول الحيويون الصوت محمول على الزفير من الهواء الذي هو في أصل مادته ثاني أكسيد الكربون، الكربون دايوكسيد، أو ما يسميه علماؤنا السلف غاز الفحم، أي الغاز الذي ينشأ عن احتراق المادة العضوية. ولنا حديث مستطيل بإذن الله تعالى عن مسائل تعريب المصطلحات العلمية. ثاني أكسيد الكربون يحمل عليه وهو يؤذيك حيويا ولكنه ينفعك صوتيا. فسبحان الله الذي يجمع بين النافع والضار في محمول أو في حامل واحد. تخرج من المسار الأحادي في الرئتين، يسمونه الانترستيشال فلويد، أو هذه المنطقة البينية بين الحويصلات الهوائية وبين الدم، ثم يحمل على ذاك إلى الشعيبات إلى حويصلات الهواء، حويصلات تصغير حاصلة على حويصلة، ضم الأول، إبدال ألف صيغة فاعل، إبدالها واوا مع فتحها، زيادة ياء ساكنة ثالثة، كسر ما بعدها، إلى آخره من هذه التغييرات التي تعترض ألفاظ أو الألفاظ المصغرة. إذن ذاك الهواء يخرج من الحويصلات الهواء الألفيولاي كما قلنا في الإنجليزية تصغير ألفيولاس، هذه الحويصلات هي التي تحصل يكون فيها مجتمع الهواء ضارا كان أم نافعا. فيخرج هذا غاز الفحم ثم يحمل عليه كما قلنا يحمل إلى شعيبات الهواء فشعبه، ثم من بعد يأتي إلى الحنجرة وما يتصل منها بسبب كالبلعوم، بلعوم فعلوم من البلع، لأنه القنطرة التي يبتلع فيها الطعام من الفم إلى المريء كما سيأتي من بعد في تحرير هذه المصطلحات الحيوية. حاصله أن العربية تستخدم التجويف الحلقي أو ما يسمونه الفارينكال كافيتي من كيف يعني كهف. لاحظوا أن بعض الألفاظ سيارة تسري من لسان إلى لسان والناس لا يعلمون عن منابت تلك الألفاظ أو المصطلحات. تستخدم فضاء البلعوم، تستخدم فضاء الفم، تستخدم فضاء الأنف، نيزل كافيتي، أورال كافيتي، فارينكال كافيتي. إذن هي ثلاثية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد تستوفي هذه المخارج والمدارج الثلاثة. لذلك بعض إخواننا يعانون إذا قلنا لهم من غير اللسان العربي، إذا قلنا قل حلال قال هلال في بعض أجناس الألسنة، لأن لسانه يطوع بالهاء المهتوتة التي تشبه أصوات المد في كثرة تغيرها وتبدلها، ولكنه لا يطوع لسانه بالنطق بصوت الحاء الذي هو حلقي خالص. لذلك مصطلح احتجنا إلى هذا الصوت البديل الذي يشترك مع التاء في المخرج ويشترك مع الصاد في الوصف. لذلك لا يحسن بنا أن نقول مصطلح من علو إلى سفل، بل نقول مصطلح. الطاء شركة بين وبين، ولكنها لا تراعى في الميزان لأن هذه الصورة المغيرة في الإبدال لا تراعى في الوزن، فيقال مصطلح على وزن مفتعل من الصلح. هذا ما يحسن بيانه في هذا الوقت اليسير، وحديثنا على نية الوصل من بعد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا النافع من العلم وأن يجعلنا جنودا لهذا اللسان نترسل به ونعبد الله حق عبادته به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا من بعد لقاء آخر هو الحلقة الثانية من هذه الحلقات المتتالية.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.